الأخ أول ما اتصلت الأخت منال كانت تسأل عن كفارة اليمين، أيمان كثيرة هل يخرجونها مبلغ من المال عند الجمعية الخيرية، وهل يصومون 3 أيام أم ماذا؟ سبق الحديث عن هذا في الحلقة السابقة، لكن المال لا يخرج في هذا، وإنما يطعمون 10 مساكين ولا تخرج نقودا، اللهم إلا إذا وكل الجمعية الخيرية بأن يدفعوا إليهم مبلغا من المال، ثم الجمعية بدورها تشتري بهذا المال طعاما وتطعمه، فنعم. ولا يعدلون إلى الصيام عن الإطعام إلا إذا كانوا لا يجدون الإطعام، هنا ينتقلون للصيام. نعم. إذا لم يجدوا الإطعام ولا كسوة المساكين ينتقلون إلى الصيام. بارك الله فيك.